السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا، أهلا وسهلا بحضرتك. طبعا النهاردة زي ما انتم شايفين إن شاء الله عندنا زراعة برسيم حجازي بالسطارة زي ما انتم شايفين كده. في الحوشة دي هنبدأ نزرع فيها، الحوشة الثانية دي اتزرعت تمام الحمد لله رب العالمين بقالها 3 أيام، والحوشة دي كمان بقالها أسبوع دلوقتي مزروعة، وكمان الحوشة الرابعة تمام كده. بإذن الله تعالى هنصور جميع المراحل إن شاء الله بإذن الله تعالى واحدة واحدة مع بعض كده، لما إن شاء الله بإذن الله نوريكم كده المكان كله أخضر وجميل إن شاء الله بعد إضافة الأسمدة وبعد طبعا الإكمال يعني العملية الزراعية بإذن الله تعالى. ودي النتيجة يا جماعة بعد شهرين ونص من زراعة البرسيم الحجازي في نفس المكان، وادي المحبس. خلينا طيب ننزل تحت كده. طبعا ما شاء الله المكان كله بقى اخضر زي ما شايفين كده، البرسيم الحجازي يعني ما شاء الله كثافة وحاجة جميلة جدا. في بعض الأماكن اللي كان فيها مشاكل بدأنا نعمل لها ترقيع والحمد لله كلها نجحت. ماشي يا شباب، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بحضراتكم. يعني عايز أقول لكم إن دي أول حشة أو أول وش، يعني أول وش للبرسيم الحجازي. البرسيم الحجازي في أراضي الدخلة زي ما أنتم شايفين، يعني ما شاء الله البرسيم حاجة جميلة جدا. إنتاج عالي للفدان، لأن طبعا في ناس كثيرة جدا سألتني أو بعتت لي على القناة عن البرسيم الحجازي ووضعه إيه في أراضي الدخلة تحديدا يعني. فأنتوا زي ما أنتوا شايفين ده والله أول وش، يعني البرسيم لسه زي ما أنتوا شايفين كمان في أماكن فيها خفة وكده، فزي ما أنتوا شايفين كده ده دي طبعا محشة قرصية زي ما انتم شايفين. طبعا ما شاء الله المحشة يعني في الساعة بتقدر تحش بيها الفدان، فمحشة سهلة وخفيفة وتقدر تحش بيها من اول وش، يعني ما تخافش ان هي تقلع لك الجذور او الكلام ده. زي ما انتم شايفين ما شاء الله حشها ممتاز ومنتظم، صراحة بتعمل إنتاج يعني، يعني خلال اليوم كده بتكون ما شاء الله أنجزت يعني زي ما انتم شايفين.